اللي يروح للرواق وطرف الأسر لرافينيا عالية طويلة حسن يا الله حسن يا الله على حسن معاذ وعلى الهدف الثاني اللي أجمل من الهدف الأول. الهدف الثاني في الشوط اللي يظهر فيه الشباب في الشوط الثاني بشكل جميل على غير المعتاد يا عادل. حسن يظهر في كرتين وحسن يظهر في الهدفين وحسن من أجل إعادة وجه الشباب الحسن وشكل الشباب الحسن. رافينيا هو المفتاح وحسن هو اللي يخلص المباراة ويضرب العروبة في مقتل ويسجل الهدف الثاني ومعه الليوث تعود إلى الزئير من جديد. اسأر يا حسن واسأر يا شباب الأيام الحلوة.